جدا الدفع لما هو قادم. وفي هذه الأثناء تنطلق المباراة بين مولودية وهران واتحاد الجزائر برسم الجولة السابعة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى. الفيد المهاجم الليبي اللافي كرته دائرية في القائمة الثانية صعبة، والكرة فوق العارضة الأفقية مباشرة إلى 55 لصالح المولودية الوهرانية. مولودية وهران لعبت 5 مباريات، ها هي الإعادة. توزيعة اللافي رأسية على قطعة أساسية في تشكيلة الطاقم الفني للمولودية الوهرانية. هذه كانت آخر محاولة، أول وآخر محاولة لصالح اتحاد العاصمة. عن خليفة توزيع ممتازة، والدفاع يتدخل ويبعد الخطر مباشرة إلى الركنية عن طريق مصمودي. كانت كرة ممتازة ناحية، يدفع الثمن كاس في اللقطة الماضية. شوف انطلاقة من مكاوي وسقوط أحد المهاجمين، والحكم السيد عبيد شرف يعلن عن مخالفة لصالح مولودية وهران في هذه اللحظات. ننتظر أن نشاهد الأهداف التي غابت إلى غاية الآن. نلعب 14 دقيقة من زمن المرحلة الأولى بين مولودية وهران واتحاد العاصمة. نبقى دائما ننتظر الأهداف، لكن من أي جهة لا ندري. من جانب إذن مخالفة لصالح المولودية الوهرانية. ملال بن عمر كرتو دارية صعبة خطيرة، والهدف الأول لصالح مولودية وهران. الهدف الأول لصالح مولودية وهران بعد تنفيذ هذه المخالفة الخطيرة التي كانت على مرمى الحارس منصور إسماعيل والمتابعة، والكرة مباشرة في شباك الاتحاد على ما أعتقد عن طريق المدافع الأيمن فرلول. راح نتأكد من هذا بعد لحظات، نتأكد من هذا بعد لحظات. إذن مولودية وهران تتمكن من افتتاح مجال التهديف في وقت مبكر. شوف هنا، هاي الإعادة، كرة أرضية، شوف اصطدمت بالأرض ثم المتابعة. نشاهد هنا الإعادة، شاهد معايا سفيان داود، هاي الإعادة. لا ثم فرلول أو مصمودي اللي ضرب الكرة. شفنا يعني في المرة الأولى فرلول ثم مصمودي، الهدف يحتسب لمصمودي، هو من أدخل الكرة في الشباك تاني، لأن غادي يزيد تفتح المقابلة الآن. وكرة طويلة للاتحاد، الدفاع يبعد الخطر مباشرة من هناك إلى التماس. اللافي في تنفيذ الركنية، كرته طائرية صعبة من هناك. ماذا يقول الحكم السيد عبيد شرف؟ يقول الإعادة. كرة ملال، المتابعة كانت من فرلول، أو الكرة اصطدمت بهي القرعة، القرعة التسديدة. لا، كرة خطيرة، ماذا يقول الحكم؟ ماذا يقول الحكم في اللقطة الماضية؟ يقول ولا شيء، يطلب استئناف اللاعب. هنا ها هي الإعادة بين ملال وحمراء. الإعادة هنا، آخر كرة لصالح الاتحاد، كانت خطيرة. حراس عبد الله بن عبد السلام، كرة مرت مباشرة إلى 5. محاولة من هناك لصالح المولودية الوهرانية عن طريق منصوري. منصوري هي الكرة، التسديدة ممتازة صعبة خطيرة. ماذا هناك؟ ماذا يقول الحكم؟ الآن شوف هنا، الانطلاقة كانت من زكريا منصوري، التسديدة من ملال ثم المتابعة من زكريا منصوري. ها هي الإعادة، ربما من هذه الزاوية راح نتأكد أكثر وأكثر. شوف هنا زكريا منصوري قيتابع في الكرة، هل ضربها بيده أم بصدره؟ راح نشاهد هنا، ها هي الإعادة. كانت الانطلاقة من فرلول، توزيعة ممتازة، تهيئة الكرة من حامية 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 حامية، والدفاع، الدفاع يتدخل في آخر لحظة ويبعد الخطر. شوف هذا الهدف، هذا كان ساعة
ساعات النكهه تاع المقابله واش المدير زادت الريتم تاع الهجمه تاعها راه يتحوس وريت حالها على هذه الهفوة يا منصوري اسماعيل على هذه الهفوة يا منصوري اسماعيل. كرة بالخطأ تروح مباشرة في شباك حارس اتحاد العاصمة كهفوة خطأ كبير مباشرة. الكرة تسكن في شباك حارس اتحاد العاصمة منصور اسماعيل وفرحة كبيرة وسط انصار المولودية الوهرانية. ها هي الاعادة من زاوية اخرى. شوف هنا كان الدفاع يستنجد بحارسه. شوف هنا سوء ترويض للكرة. الكرة تسكن مباشرة شباك الحارس منصور اسماعيل. على حسب مجريات المقابلة انا شخصيا كنت منتظر في الهدف الثاني لان وتيرة المقابلة تغيرت بالكامل. يعني شفنا فريق واحد هو يهاجم قام بعمل فردي جيد طه خويا ولكن قام بعمل فردي جيد الى كراو الدريب لا الى دريب لا زواري في تنفيذ الكره دائريه بالخطا مكاوي ثم المتابعه من هناك عن الجميع يدافع في هذه اللحظات. شوف هنا تهيئه الكره التسديده صعبه محاوله ممتازه لصالح الاتحاد في هذه اللحظات بعد تسديدة قوية حنشاهد هنا على ما اعتقد من اللاعب الليبي المهاجم اللافي قام بعمل فردي كنترول ريوتي وضرب على ثلاثة لاعبين اسبوع محاولة لصالح المولودية الوهرانية وكرة في احضان الحارس ربيع مفتاح واللافي. من سيتولى تنفيذ هذه الكرة؟ اللافي خطيرة وارضية اصطدمت بأحد المدافعين. تبقى دائما الكرة لصالح الاتحاد يستفيد من ركنية لصالح الاتحاد في التنفيذ. زكريا حدوش في تنفيذ هذه الركنية. كرة دائرية والإبعاد عن طريق مطراني ثم زكريا منصوري. إذا ركنية لصالح الاتحاد في الدقيقة 61. كرة دائرية ممتازة كاد الاتحاد أن يقلص النتيجة في هذه اللحظات. دائما صعود المدافعين المحوريين حمراء وخيروي في جميع الكرات الثابتة. رأسية حمراء على العارضة الأفقية للحارس معزوزي رفيق كما نشاهد في إذا زكريا منصوري والحارس منصوري الاتحاد يتفوق على منصوري المولودية ويتمكن في هذه اللقطة من التقاط هذه الكرة بعد محاولة ممتازة من زكريا منصوري. مخالفة كانت في المستوى ضربها كخاصة زمن هذه المرحلة الثانية. زكريا حدوش كرته طويلة بعيدة مباشرة في احضان الحارس رفيق معزوزي. العودة في نتيجة المباراة. زكريا حدوش كورتو طويلة بعيدة من هناك والدفاع يبعدها مباشرة إلى الركنية من مبدأ الإطمئنان والسلام. كرة زكريا حدوش مباشرة إلى الركنية. ركنية أخرى لصالح الاتحاد في التنفيذ. رضوان شريفي كورتو أرضية يبعدها فرلول سنوسي مباشرة إلى التماس. هناك شوفنا كانت المحاولة الأخيرة للمهاجم الليبي اللافي وكان الحارس معزوزي بالمرصاد لهذه الكرة الخطيرة والهجمة الخطيرة لصالح ربيع مفتاح. زكريا حدوش وكرته تجارب العمود الأيسر للحارس عبيد والانطلاقة لصالح المولودية عن طريق مطراني يبقى محافظ على كرته صعبة ممتازة. ماذا يقول الحكم؟ يقول مخالفة لصالح مولودية وهران في هذه اللحظات. رتم المباراة ارتفع في هذه الأثناء. بدأت الآلة تشتغل. بدأت ملال زكريا منصوري أم ملال سيتولى تنفيذ هذه الكرة. زكريا منصوري ثم ملال يتمكن من تسجيل الإصابة الثالثة
كثرت أخطاء في هذه المباراة من لال يتمكن من تسجيل الإصابة الثالثة لصالح مولودية وهران ويطلق العنان للأنصار فوق المدرجات. فرحة كبيرة وسط أنصار مولودية وهران في هذه اللحظات أين تمكن اللاعب ملال بن عمر من تسجيل ثالث الأهداف وأول أهدافه بألوان مولودية وهران في هذا الموسم إثر تنفيذه لهذه المخالفة المباشرة التي سكنت مباشرة شباك الحارس منصوري. فرحة كبيرة وكبيرة جدا وسط أنصار المولودية الوهرانية. ها هي الإعادة وفي الإعادة متعة وإفادة. شاهدوا هنا الحارس منصوري شوف بقي يشاهد هذه الكرة كرة دائرية قوية مرت تحت أيدي الحارس منصوري كما نشاهد هنا بالإعادة وبالعرض البطيء. شوف هنا الحارس منصوري كهنا هنا الحارس منصوري هو من يتحمل هذا الخطأ. في الوقت اللي كنا نتوقعوا من زكريا منصوري هو اللي غادي يضرب الاخر نظن هذيك هو يضرب الكره يعني. هو اللي يضرب الكره من مر عليها بيرتيربا لا كونسونطراسيون تاع لا غارديان باسكو كي تشوف لو تير تاع ملال فات عليه ثاني وما تمكنش منها كان يقرع فيها. فكت الانتصارات في هذه المباراه عن طريق تزو محاوله ممتازه وهدف ممتاز لصالح المولوديه عن طريق البديل بن حمو ماحي تمكن من تسجيل الإصابة الرابعة بهذه الطريقة وبهذه الكيفية الرائعة والرائعة جدا. ماحي يتمكن من تسجيل الهدف الرابع لصالح مولودية وهران إثر هذه التسديدة القوية التي سكنت مباشرة شباك الحارس منصوري. مولودية وهران اليوم برهنوا باللي راه يمتلك فريق ينجمي يولي للسكه تاع نابورت كان لا بروف اليوم باش تربح 4-0 ضد فريق اتحاد العاصمه. فنظن باللي ما من الهدف الرابع الحارس مرمى كان عنده شويه كان في عنده مسؤوليه كانت في الاخر ولكن كانت نظن الكره كانت شويه قويه كانت اليسرى تاع بن حمو كانت قويه شويه وين دارت له لوروبو دارت لوروبو في السماء هذه تبقى دائما توجد خاطر تشكل خطر الحراس. نظن اتحاد العاصمه اليوم ما كانش فيه نهاره نحن نحصلوا نقولوا ما كانش فيه نهاره. مولودية وهران ادى مقابله مليحه وين تحصل على 3 نقاط نقولوا لها هنيئا.